إذن كل الجماهير المغربية تنتظر مباراة القمة التي ستجمع بين نادي الوداد الرياضي والرجاء الرياضي في ديربي النار والغضب، ديربي الإبداع والإمتاع الجماهيري، ديربي الأفضل عربيا وإفريقيا. نادي الوداد الرياضي يدخل هذه المقابلة من أجل انتصار والانفراد بالصدارة، بينما نادي الرجاء الرياضي يدخل هذه المقابلة من أجل الاقتراب أكثر وأكثر من فرق مقدمة وكذلك المحافظة على سلسلة الانتصارات اللي حققها في آخر ثلاث مقابلات. عثمان سبورت، كن رياضيا ذكية. نبغي نبدا هذه الحلقه بشعار لا للشغب بين الجماهير الوداديه والرجاويه، ما نبغيوش نشوفوا احداث لا اخلاقيه ولا رياضيه، نبغيو نشوفوا امتاع واقناع وابداع جماهيري، اخذ ورد بين الجماهير الرجاويه والوداديه، لكن ما نبغيوش نشوفوا احداث تخدش بصوره كره القدم الوطنيه وكذلك بصوره الديربي بصفه عامه. إذا تكلمنا على بعض الإحصائيات الخاصة بمباراة الديربي البيضاوي، كنوجدوا على أن عدد المواجهات 149 مواجهة. أول لقاء جمع بين الغريمين تقليديا كان سنة 1956، انتهى لصالح نادي الرجاء الرياضي بنتيجة 1-0. النادي الأكثر انتصارا في مباراة الديربي هو نادي الرجاء الرياضي ب 42 انتصار. اللاعب الأكثر ظهورا في مباراة الديربي هو اللاعب محمد والحاج لاعب نادي الرجاء الرياضي. اللاعب الأكثر تسجيلا في مباراة الديربي البيضاوي هو اللاعب سعيد غاندي بسبعة أهداف. آخر مباراة جمعت بين نادي الوداد الرياضي والرجاء الرياضي كانت في إطار منافسة كأس العرش، وانتهى اللقاء لصالح نادي الوداد الرياضي بنتيجة 2-0. نمروا الآن للتشكيلة المتوقعة اللي بنسبة كبيرة كنعتقد على أن المدرب حسين عموتة وكذلك مونديل الكبير ممكن جدا يلعبوا بها مقابلة الديربي. نبداو بنادي الوداد الرياضي على مستوى حراسة المرمى، غادي نوضع التاكناوتي قلبي الدفاع كل من الجزائري بن عيادة بجانبه أيمن فرحان، الظهير الأيسر غادي نوضع اللاعب يحيى عطيات الله، الظهير الأيمن أيوب العملود، على مستوى خط الوسط ثلاثي خط الوسط كنعتقد على أنه غادي يلعب جبران بجانبه الجعدي وأمامه في مركز صانع الألعاب غادي يلعب أيمن الحسوني، على مستوى الجبهة الهجومية كجناح أيمن محمد أوناجم، جناح أيسر زوهي المترجي، وكرأس حربة المتألق لاعب سامبو. نمروا الآن للتشكيلة المتوقعة لنادي الرجاء الرياضي تحت قيادة المدرب التونسي مونديل الكبير. على مستوى حراسة المرمى كنعتقد على أنه غادي يوضع الحارس اللي عنده تجربة كبيرة مع نادي الرجاء الرياضي واللي متعود على مباريات الديربي الحارس أنس الزنيسي. على مستوى قلبي الدفاع كل من جمال حلكاس بجانبه لاعب المقدم، على مستوى الأظهرة ظهير أيمن غادي نوضع النهيري اللي فاش كيتوضع في مركز الظهير الأيمن اللي هو المركز الأصلي ديالو، كيقدم الإضافة شفناها في الشوط الثاني مع حسنية أكادير، قدم الإضافة المرجوة كظهير أيمن وكذلك كظهير أيسر غادي نوضع اللاعب بن تايك، اللاعب اللي قدم أوراق الإعتماد ديالو، لاعب قوي دفاعيا وكذلك يساند الفريق هجوميا، وبالتالي رسمية بن تايك داخل نادي الرجاء الرياضي أصبحت مستحقة ولا جدال فيها. على مستوى خط الوسط غادي نوضع الثلاثي أهولو، لاعب أنيق على مستوى افتكاك الكرة في إخراج الكرة، ولاعب شخصيا كيذكرني بلاعب سابق لنادي الرجاء الرياضي اللاعب كوكو، بجانبه غادي نوضع وليد صبار، وأمامهم في مركز صانع الألعاب هنا كاين خيارين، اما غادي يلعب بزريده اما غادي يلعب بلاعب جزائري عبد الرؤوف بن غيث. على مستوى الجبهه الهجوميه كجناح ايسر كنعتقد على انه غادي يلعب زكريا حذاف، جناح ايمن لاعب جزائري بوزوق، وفي مركز راس الحربه اللاعب اكسل مايي، ولو شخصيا كنتمنى انه يلعب بلاعب بن جديده اللي كل ما دخل معنا ديال الرجاء الرياضي الا وقدم الاضافه المرجوه والا كان فعال امام المرمى خاصه عندما يوضع في مركز راس حربه. وفي الاخير كنتمنوا نشاهدوا مباراه تليق بسمعه الغريمين التقليديين خاصه وان رؤساء الانديه كل العزيز بداوي وكذلك سعيد الناصري يعني وعدوا بمكافآت ماليه مهمه في حاله الانتصار، بحكم ان مباراه الديربي حتى شي نادي ما كيبغي يخسرها بكونها كترجع بالانعكاسات سلبيه كبيره على الاداره التقنيه وعلى الجماهير وكذلك على اللاعبين، وكم من مباراه ديربي كانت سببا في اقاله عدد كبير من المدربين. وفي الاخير اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس، ديروا لايك، تحياتي لكم والى الفيديو المقبل.